أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن الشروع في تنفيذ مشروع ميناء الحمدانية التجاري بشرشال، والذي يعرف أيضا بمشروع القرن، حيث يستوعب هذا الميناء أكثر من 6,500,000 حاوية، وسيتم ربط هذا الميناء بالطريق السيار وشبكة السكك الحديدية، وبهذا سيصبح من بين أكبر الموانئ على البحر الأبيض المتوسط، وتقدر ميزانية هذا المشروع الضخم ب5,000,000 دولار. دنيا بارك، وهو عبارة عن منتزه عالمي يرجى منه أن يبرز للعالم الغنى البيئي الذي تتمتع به الجزائر، حيث يمتد المشروع على مساحة 800 هكتار، وقد تم تصميمه ليحاكي الطبيعة المتنوعة للجزائر. ويضم المشروع سلسلة من الحدائق النباتية ومساحات خضراء ومنتزهات وملاعب للغولف، بالإضافة إلى هياكل جديدة سيستفيد منها هذا المتنزه الجزائري. ويحتوي دنيا بارك على الكثير من المطاعم وفضاء للصناعات التقليدية وألعاب خاصة بالأطفال. الطريق السيار شمال جنوب، هو الطريق السيار الرئيسي الجزائري نحو جنوب البلاد، الذي بني بموازاة الطريق الوطني رقم 1، وهو جزء من مشروع الطريق العابر للصحراء، ويبدأ في تقاطع رقم 44 من الطريق السيار شرق غرب في الشفة، وينتهي في مرتفعات الطريق السريع حتى المدينة الجديدة لبوغازول، أثناء عبوره الطريق الاجتنابي 4 إلى البرواقية، ثم في ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 حتى الحدود الجنوبية للبلاد. هذا وقد قال وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي قبل أيام إن الانتهاء من مشروع الطريق العابر للصحراء سيكون في جوان المقبل. المدينة الجديدة بوغازول. مدينة بوغازول الجديدة هي مشروع بنيوي يبعد عن العاصمة الحالية ب 170 كيلومترا جنوبا، والتي تزيد قيمة إنجازها عن 650 مليون دولار. ستساهم كثيرا في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمناطق السهبية، كما ستكون كذلك همزة وصل بين الصحراء ومدن الشمال البلاد. وتمتد بوغازول على نحو 12,000 هكتار، وستحاط المدينة بأكثر من 22 كيلومتر من مياه البحيرات وعدد من الحظائر المائية، وتمثل حوالي 1,000 هكتار من المساحات الخضراء الحضرية على طول محاور الطرقات الكبرى. ويقدر عدد السكان الذين من المقرر أن تستوعبهم بوغازول ما يربو عن 350,000 نسمة، وسط رهان على جعل هذه المدينة الجديدة قطبا للتنمية المتوازنة على مستوى الهضاب العليا وتحقيق التنافسية في محيط نوعي بيئي عالي الجودة. أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ديزارتيك الجزائر. يهدف هذا المشروع لبناء شبكات ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. يقوم على هذا المشروع شركة سونالغاز بالوساطة مع شركة ألمانية، ويتم إنجازه على نطاق 17,000 كيلومتر مربع بصحراء الجزائر، وتقدر تكلفته حوالي 400 مليار يورو. وقد تم إحياء هذا المشروع في ظل الحكومة الجديدة تحت إشراف الرئيس تبون، ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، حيث سيوفر 20% من الكهرباء لكل أوروبا، وكذلك تزويد الجزائر وشمال أفريقيا، حيث سينتج أكثر من 15,000 ميجاوات من الكهرباء، ويوفر 20,000 منصب شغل للمختصين في مجال الكهرباء، ويخلص الجزائر من التلوث البيئي. أما عن أسباب فشل هذا المشروع فهي سياسة بحتة، حيث رفضت فرنسا هذا المشروع من أساسه ووقفت عدة مرات لتعطيله.